السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، واحد الطريقة يعني بالتجريب يعني جربتها أنايا، يعني كتكون كتفرج في القنوات ديال التقنية اللي بلا صح، بمعنى يعني بلا تبصير، بمعنى الإي بي تي في، ياك، وكتكون تتفرج شوية كيبدا التقطعات، يعني ما كيبقاش داك الشيء، يعني مرة شوية كتمشي وكتبدا تقطع لك، لدرجة أن الكلي واي فاي كتكون راكبة في الجهاز 24 ساعة على 24 ساعة، يعني كتسخن، كتشد واحد الحرارة. لهذا انت اش خاصك دير؟ خاص تكون عندك واحد الكلي يعني واي فاي، يعني تخدمه في اللحظة، يعني اللي بغات تفرج شي مقابلة رسمية كتحيد هذيك اللي سخنت وتركب يعني هذيك اللي تديرها كاحتياط. يعني المشكلة في التقطعات هي درجة الحرارة ديال الكلي واي فاي، يعني كتسخن راه ما كتبقاش تعطي ديك، ما كتبقاش تجر الانترنت يعني مزيان. لهذا خاص تكون عندك كلي واي فاي احتياطية باش يعني تعوضها بهذيك اللي سخنت في هذيك اللحظة انك كنتي كتفرج. ولكن ما غادي تشونجي حتى كيبان لك التقطعات، يعني داك الشيء ما ثابتش. وكاين واحد المساله اخرى، هو الادابتور هذه يو اس بي، يعني المدخل ديالها الار جي 40 5 كابل الار جي 40، يعني كتركبها في الجهاز وكدير يعني الخيط يعني كابل ديريكت. هاد المسألة أنا مجربة وخدام غير بكاتر ميجا، يعني ملي كنتفرج في القنوات اللي بلا صح، يعني كيبداو التقطعات، ملي كنكون نتفرج واحد ساعة ولا ساعة ونص كيبداو التقطعات، كنضطر أنني نحيد هاد الكلي هاد الصغيرة، كنلقاها يعني سخونة، درجة الحرارة ديالها هامية، وكنعوضها بهادي ديال لانتير يعني، وكيرجع داكشي عادي بحالها. يلا يعني يلا شعلت الجهاز. وفي مسألة من تركب الجهاز عاود روضي ماري الجهاز من الأول، عاود دخل المكان ديال التقنية اللي بلا صحن. وكاين الطريقة الثالثة، إلا بغيتي تركب الكلي يعني بعيدة على الجهاز، كتاخد داك الكابل يو اس بي موديم اللي كنا نخدمو به الموديم، هذاك حتى هو كيعاون، اللي هو الشكل ديالو في الصورة، راه كيعاون شوية بعدا، ما كيخليش الكلي واي فاي تسخن. المهم الخوت، هاد المعلومة حبيت نشاركها معكم. هذا مكان، والسلام عليكم.